لو عملت حادثة في أمريكا تعمل إيه بالظبط؟ إيه موضوع التأمين على العربيات؟ أما عربيتين يخبطوا في بعض؟ هقول لك النهاردة إن شاء الله بالتفصيل إيه الخطوات اللي بتتخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شادو قناة الحياة في أمريكا في فيديو جديد. النهاردة عايز أقول لكم على حاجة ممكن تفيد الناس اللي إن شاء الله هتهاجر جديد ويكون لسه مش فاهم البلد ماشية إزاي. فأما لا قدر الله لو حصل معاك موقف زي كده تعمل فيه إيه؟ لو حصل تصادم ما بين عربيتك وعربية تانية أو حاجة، ايه الخطوات اللي المفروض تعملها؟ طبعا ربنا يعفينا من اي تصادم صغير ولا كبير، ان شاء الله ما يحصلش حاجة زي كده، لكن لازم نكون فاهمين السيستم عامل ازاي. قبل ما ندخل في لو حصلت حادثة ايه اللي بيحصل، لازم الاول افهمك التأمين على العربيات في امريكا نظامه ايه. التأمين على العربيات كله اجباري، يعني مش هينفع تشتري عربية وترخصها الا لما يكون معاك التأمين. قبل الترخيص لازم تظهره. يعني التأمين فيه ممكن نقسمه لنوعين كده بشكل عام، في liability insurance وفي full coverage. full coverage يعني اللي هو التأمين ده بيغطي حاجات، اي حاجة تحصل كمان لعربيتك، دامج يحصل لعربيتك، فده غالبا بيبقى للعربيات اللي لسه عليها قسط، ما تكون شاري العربية ولسه بتقسط تمنها للبنك. البنك برضو بيشترط عليك ان التأمين يكون تأمين شامل، يعني full coverage، عشان العربية لسه عليها لين زي ما بنقول، يعني لسه فلوسها ما انتفعتش كاملة، فبيجبرك على كده. بس انت بتقدر تختار بعدها نوع التأمين ودرجته، كل يعني ما بتاخد تأمين بمبلغ اعلى بيكون اغلى عليك، لكن عموما لازم يكون full coverage. لكن لو العربية ما عليهاش قسط، خلاص دفعت تمنها كاش او خلصت القسط بتاعها، بيكون بس مطلوب منك انك تعمل liability insurance. liability insurance يعني ايه؟ يعني التأمين ده بيغطي اي دامج، اي خسائر تحصل في طرف تاني بسبب عربيتك انت. انت خبطت لا قدر الله في شخص، خبطت حتى في property، يعني مثلا خبطت ميل بوكس بتاع بيت، دخلت في حاجة تبع المحل وكسرتها لهم او حاجة بعربيتك، ده التأمين الليابيليتي بتاعك يغطي الحاجات بتاعتهم. ده برضو بيبقى فيه درجات مختلفة انت بتقدر تتحكم فيها، ممكن تختار اقل حاجة خالص في المبالغ، وممكن تختار حاجة اعلى شوية، لكن يفضل بالذات لو عملت تأمين على الليابيليتي بيكون عندك اختيار للتأمين الميديكال الهيلث. يعني لو حد لا قدر الله خبطت حد واحتاج يروح المستشفى، بتختار المبلغ اللي التأمين ده بيغطيه، ممكن تختار 25,000 دولار، 50,000 دولار او اكتر. الاحسن انك تختار مبلغ مش قليل قوي، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة زي كده، ولا قدر الله انت خبطت حد واحتاج يروح مستشفى، التأمين بتاعك يغطي له نفقات العلاج، لان نفقات العلاج في الحالات دي بتبقى كبيرة. دي كده فكرة عامة عن التأمين liability ولا full coverage. عشان كل الناس في امريكا عندهم تأمين، ما ينفعش حد يسوق من غرت من غير تأمين، عشان كده لو حصل تصادم بين عربيات غالبا يعني 99.9% من الحالات ما بيحصلش اي تشاحن ولا زعيق ولا صوت عالي ما بين الناس. اللي بيحصل كلها ان الناس تنزل بهدوء شديد، تتكلم مع بعضها، تتبادل الانشورنس انفورميشن، والموضوع بيعدي في سلام. وده غالبا في البلاد كلها اللي فيها القوانين دي اللي هي بتجبر الناس كلها انها يبقى عندها تأمين، فالناس مش محتاجة ان هي تتخانق وتزعق وكده في اغلب الاحوال. فخلاص فهمنا التأمين، لازم بقى نفهم طيب لا قدر الله لو الواحد وقع في موقف زي ده ايه الخطوات اللي المفروض تعملها. طبعا اول حاجة لا قدر الله لو نتج عن
الاصطدام ده اي نوع من الجرح او خبطه في الجسم او حاجه، طبعا لازم الانسان تكلم 911 لك او للشخص التاني عشان يجي الاسعاف، والاسعاف هنا بيجي بسرعه بحيث ان الايه يتعامل مع اي اصابات في الناس اللي راكبين العربيات. طبعا بعد كده النصيحه التانية انك انت لو العربيه تقدر تحركها، لو هي في نص الطريق مثلا وتقدر تحركها على الجنب او حاجه، ممكن تعمل كده برضو عشان تبقى الموضوع امان اكتر، ما تبقاش في يعني عرضه للترافيك لو المنطقه اللي انت فيها مثلا فيها ترافيك كتير او على هاي واي او حاجه زي كده. نيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، وهي اهم خطوه، انك تكلم الشرطه لما يحصل التصادم. التصادم ده في انواع، في ممكن تبقى كوليجن جامده يعني خبطه جامده، او في حاجه اسمها فندر بندر. فندر بندر يعني خبطه خفيفه في الاصطدام بتاع العربيه، ما فيش يعني خسائر كبيره في العربيه، فدي تبقى حاجة خفيفة. في الحالات دي برضو لازم تكلم 911، فانت لازم تكلم الشرطة. ساعات الشرطة مش هتقدر تجيلك لحد اللي عندك، لحد المكان اللي فيه الحادثة. لو في الحالة دي انت لازم تروح لأقرب نقطة شرطة عشان لازم تعمل الريبورت، ريبورت بتاع الحادثة. الشرطة هيسألوكوا ايه اللي حصل، فيعملوا ريبورت بالوصف بتاع الأحداث وازاي الخبطة دي حصلت. لازم تاخد الريبورت ده اذا كان الافسر هيجي لك لحد عندك، او لو انت هتروح البوليس ستيشن. ليه؟ لان ده هينفعك في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. بعد كده لازم تتبادل المعلومات مع الطرف الاخر، العربيه تانية مثلا، فلازم تاخد معلومات الاساسيه، الاسم طبعا، الكونتاكت انفورميشن، رقم التليفون او الايميل، وتاخد شركه الانشورنس، نوع التامين بتاعهم ايه، وحاجه اسمها البوليسي نمبر اللي هو رقم التامين بتاع الايه الدرايفر الثاني. طبعا لازم يبقى معاك نوع العربيه، لونها، السنه بتاعتها، يعني معلومات السياره، وكمان الوصف بتاع اللي حصل، ازاي الخبطه حصلت، واللوكيشن بتاعها والمكان اللي حصل فيه الخبطه. طبعا رقم العربيه، ما اعرفش قلت ده ولا لا، البليت نمبر لازم كمان تبقى تدونه عندك. طبعا لو تقدر تاخد صور كمان، دلوقتي الصور سهله، كل الناس معاها تليفونات، خد صور برضو تبين الوضع عامل ازاي. كل بقى الكلام ده اما تيجي تعمل كليم على الانشورنس. كليم على الانشورنس يعني واحد يبلغ شركه التامين، عشان شركه التامين هتحدد مين الغلطان بناء على المعلومات كلها، بناء على التقرير بتاع البوليس، بناء على الصور، بناء على كل واحد شرح الحاله ازاي. بناء على كده شركات التأمين هتحدد مين الغلطان، فالغلطان شركة التأمين بتاعه هي اللي هتتكفل بالنفقات بتاعة الخسائر. فمثلا أنا خبطت واحد بعربية، لو أنا اللي غلطان يبقى التأمين بتاعي هيدفع للطرف الآخر تكاليف إصلاح العربية بتاعته كلها. لو العكس، اللي خبطني هو اللي غلطان، يبقى هو الانشورنس بتاعه هو اللي هيدفع لي انا تكاليف التصليح العربية. طبعا في حاجة هنا كويسة، انك انت حتى كمان لما بتودي عربيتك ومثلا محتاجة تقعد عند الميكانيك يومين ثلاثة، كمان التأمين بيدفع لك تمن ايجار عربية تانية، لان الناس هنا ما تقدرش تستغنى عن العربيات في احوال كتيرة، فده كمان بيكون مغطى. فطبعا اللي حظه حلو بيكون اللي هو مش غلطان، فالتأمين بتاع الطرف الآخر بيتكفل بكل مصاريف الإصلاح العربية، إيجار عربية له في الفترة اللي العربية بتاعته بتتصلح وهكذا. لو أنت طبعا اللي غلطان يبقى التأمين بتاعك هو اللي هيدفع، وده بيأثر بعد كده على الريكورد بتاعك في التأمين، فممكن التأمين بتاعك يبدأ يغلى عليك، لأنك كل مع مرور السنوات في أمريكا كدرايفر، كل ما الريكورد بتاعك كلين، مفيش حوادث، مش مشكلة التيكتس بتاعت السرعة والباركينج تيكتس، الحاجات دي كلها مش بتأثر، لكن لو حادثة وأنت اللي غلطان فيها ممكن تأثر على التأمين بتاعك، فبيغلى عليك بعد كده. كمان حاجة تانية، لو انت عندك insurance agent عارفه، يعني في ناس ساعات بيعملوا التأمين عن طريق بس اونلاين، ما عندكش شخص معين تقدر تتكلم معاه، لكن لو انت عندك agent معين هو اللي عملك التأمين وانت على علاقة بيه، ممكن تكلمه وانت يعني on the scene، لو انت في وقت الحادثة، عشان يساعدك ويقول لك تعمل ايه وايه الوثائق اللي هو محتاجها وهكذا. طالما بقى بنتكلم عن الموضوع ده، خلونا نقول حاجة يعني مختلفة شوية، موضوع إيجار العربيات. لأن كتير الواحد طبعا بيحتاج يأجر عربيات، وما تكون معكش عربية، ومعك عربية مثلا مش عايز تسافر بيها مسافة طويلة. فأنا زمان لما كان مثلا معايا عربية قديمة شوية وعايز أسافر من ولاية لولاية، كنت بحب أجر عربية. إن الإيجار غالبا، مش غالبا يعني دائما الحقيقة، العربيات التأجير بتبقى عربيات جديدة ونظيفة، وانت يعني بتشغلش بالك بأي حاجة في العربية، بتاخدها بقى المسافة الطويلة اللي انت عايزها، غالبا بتبقى unlimited mileage دلوقتي،
يعني أميال مفتوحة مش بتحاسب على الميل. في حاجات تانية هي اللي بتحاسب فيها على الميل، زي العربيات اليوهال، العربيات اللي هي النقل والكلام ده، لكن عربيات الإيجار العادية غالبا بتبقى unlimited mileage، ساعات بتفرق حسب نوع العربية اللي أنت بتختارها. المهم يعني إن اللي عايز أقوله لك، أما تيجي تأجر عربية مهم جدا إنك أنت تاخد التأمين على الدامج، عشان لو لا قدر الله حصل أي خبطة في العربية، التأمين بتاعهم هم هو اللي يغطي الكلام ده. في ساعات حالات ممكن مثلا لو انت عندك full coverage insurance ممكن هو اللي يغطي، لكن دي تبقى إجراءاتها معقدة شوية، فقد يكون الأسلم والأسهل انك انت تشتري إيجار العربية مثلا، بيبقى ساعات $25 $30 في اليوم، تدفع عليهم $10-$11 زيادة على كل يوم، يغطي لك تماما أي حاجة تحصل في العربية انت غير مسؤول عنها. وده حصل معايا قبل كده، كنت مره مسافر من زمان، من 2005 حاجه زي كده، مش فاكر سنه كام بالظبط، سافرت من ولايه لولايه وكان معايا واحد صاحبي، وبعدين واحنا راجعين بالليل والدنيا مطر، انا كنت مأجر العربيه على اسمي بس الحقيقه صاحبي هو اللي خبطها. واحنا راجعين بالليل خبطنا في مش فاكر الشجره ولا ايه، كان طريق كده جبال وطريق صغير نازل والدنيا بتشتي يعني، كان وضع صعب يعني. فالمهم خبطنا في العربية، فعلا اتكسرت كسرة جامدة من قدام. كنت انا واخد الحمد لله التأمين ده، فروحنا رجعنا لشركة التأمين، شركة الإيجار العربيات، والحقيقة ما حصلش اي تكاليف علينا. قال لك خلاص انتوا واخدين الدامج ويفر اللي هو التأمين على العربية، ما فيش اي مشاكل، بس طبعا بيسألك اللي حصل، بيشوف الدامج عامل ازاي، لكن ده كله بس عشان يدوكمنت الحاجة، عشان يثبت الحالة، لكن انت مبقاش عليك اي مسؤولية، فبتخرج امنا من الموضوع. لكن طبعا لما كنتش واخد التأمين ده، الله اعلم بقى، ممكن تكلف $2,000-$3,000، لانه غالبا طبعا هيودوا العربية دي للديلر، او يعني جهة مش هتكون جهة رخيصة غالبا، فهتلاقي نفسك دفعت مبلغ كبير عشان اصلاح العربية اللي انت مأجرها. فدي بس كده ايه، ملحوظة على الجنب للناس اللي تأجر عربيات، ما تكون لسه جايز ما عندكش عربية محتاج تأجر عربية، او زي ما قلت عايز تسافر مسافة طويلة وعربيتك قديمة ولا حاجة، فايه عايز تاخد عربية كويسة، فكل دي حاجات هتحتاج ممكن انك انت تأجر عربية فيها، عربيتك بتتصلح whatever. حاجة اخيرة اقولها لكم، ان هنا في امريكا عموما في ولايات كتير لو حصل تصادم ما بين عربيتين، بيبقى غالبا الخطأ على اللي خابط حد من ورا، لو في عربيتين خبطوا من بعض كده مش بالجنب او حاجة، غالبا الخطأ بيبقى على اللي وراني، لانه بيقولك دايما اللي خابط من ورا هو اللي غلطان، لانك انت شايف العربية اللي قدامك المفروض تعمل بريك كويس. فغالبا دي يعني بس معلومة سريعة، غالبا هيبقى الخطأ على اللي خابط من ورا، مش العربية القدامية، العربية الخلفية. بس كده اعتقد ان ده كل اللي عندي في الموضوع ده. لو حد شايف ان انا في حاجة ما اتكلمتش عنها يقول لنا في التعليقات، قولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو، اعملوا لنا لايك ما تنسوش، لو شايف الفيديو مفيد اعملوا شير للناس المهاجرين الجديدة ممكن يستفيدوا منه، وان شاء الله نراكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.